الله ايوه يا بودي. انا مش عارفه انت واخدينك على فين. والله ما عارف، انا عمال اساله برضك مش عايز يرد عليا. يلا لا اله الا الله، انا رايح الاردن. لا اله الا الله على خدك. والله انا ما اعرفش مين محمد حسين. ايوه يا منى بحبك قد البحر. ويا ناصه غرق، ناصه غرق. انا اوعك بالقانون يا حماده. يا عم الحرام يلا يخرب بيتك. يا مسرب مش هتسيبك. حبيبي يا منى انا مش قادر اعمل له. انا ما اعرفش محمد حسين. ايه اصلا انت بتاع ايه؟ انت بتاع ايه؟ طب ده ايه؟ ده عضلي عشان المرور. انت اسمك ايه يا لا؟ محمد حسين يا باشا. وفي خليك معانا مع حضرتك يا ريس. محمد حسين اتفضل. انت امبارح كنت مع المرحوم شريف بيه بالليل. شريف بالليل مين؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. شريف بالليل ولا شريف الظهر؟ انت كنت مع المرحوم شريف بيه كمال بالليل. مرحوم شريف كمال هو مات؟ لا اله الا الله، والله ما اعرف. ايوه مات. اسمع يالا، بقول لك ايه، انت كل كلامك كده شكله شمال لفوق. لفوق ايه؟ عريق. الله 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 الله، هي دي؟ ايوه هي دي اللوحه. لوحه ايه سعادتك؟ ده ظهري. الانسه بتتهمك انك سرقت اخر لوحه لوالدها. لوحه ايه سعادتك؟ بقول لك ده ظهري، حسره ظهري واجري مني. تقدر تثبت ان الرسم اللي على ظهري؟ اثبات ايه اللي على ظهري سعادتك؟ سعادتك عندك اثبات ان ظهري ده مش ملكي؟ عندك سند ملكيه بالكلام اللي بتقوله ده؟ ايه اللي معايا سند؟ يعني اعمل ايه؟ اطلع الشهر العقاري واسجل ظهري ويا ترى هيدوني الخدمه في اي حته؟ اغلق المحضر بعد اثبات ما تقدم ويعرض على وكيل النائب العام. اوامر معاليك. ايوه يا باشا، والله ده كريم جدا، ده ادى لكل واحد 200 جنيه عشان نوصله بره. ايوه صح، ادانا 300 جنيه. موكلة يا فندم الأنسة لوجين بتتهم المدعو محمد حسين بسرقة لوحة المرحوم شريف كمال. يعني مش فاهم أنا، يعني أنا خلاص سبتت عليا كده ظهري بقى لوحة؟ اسكت أنت، هو مش في محامي بيتكلم عنك؟ ده يا فندم عقد احتكار مقدمها الأنسة لوجين موكلتي بكل أعمال المرحوم شريف كمال، وبهذا العقد يا فندم تقول كل الملكية لأعماله الفنية تلقائيا لموكلتي بما فيهم اللوحة المرسومة على ظهر الأستاذ. يعني كده خلاص؟ خلاص سبتت؟ أكيد يا فندم. محمد حسين مش هيكبر يعني المرحوم شريف كمال إنه يرسم اللوحة على ظهره، خصوصاً يعني إن المرحوم كان بيحبه جداً. أنا شفت ده بعناية، حمادة إنسان طيب جداً. يا فندم من ساعة ما شفته وأنا مش مستريحة له خالص، وأنا مش هستغنى عن اللوحة دي أبداً. مع كل احترامي للأستاذ أنا آسف، أنا بمثل السفارة الفرنسية، يعني السفارة مكان شريف كمال، وإحنا بنطالب اللوحة كسفارة مش افراد. واحنا موافقين يا باشا، خدوها بس من غير نقطه دم واحده. يمضي تعهد على نفسه بعدم اتلاف اللوحه بدون اي خربوش على ظهره. يا سلام يا باشا، يعني امضي على ظهري ان هو يبقى في عهدتي، ظهري يبقى في عهدتي. يعني لو طلعت لي فصفوصه في ظهري يبقى انا اتلفت العهده، اللوحه بقللت باظت. محمد حسين، اوامر سعادتك. عندك حاجة تانية عايز تقولها؟ ولو قلت هيفيد بيه؟ أنا قلتها للمرحوم قبل ما يموت، قلت له أنا حتة حمادة، حتة حمادة. قال لي تعال أعمل لك قيمة، ورسم لي نيل والهرم على ظهري والخواجات، مش شايفين إن ده ظهري وشايفينه لوحة. قول لي بالله عليك انت اعمل ايه؟ اديهم ظهري؟ طب انا هتسند على ايه؟ ها؟ يفرج عن المتهم محمد حسين بضمان محل اقامته ما لم يكن مطلوب على ذمه قضايا اخرى. أيوة. انا لقيت الكاميرا دي في سويت مستر شريف الله يرحمه. طب روحي انتي. انا مش قادره افهم ازاي واحد حرامي ما يتحبسش، ده على الاقل الواحد كان ضامن حق التحافظ عليه وعلى اللوحه. لو كنا عايزين نخلص منه كان سهل، بلاغ وناكد عليه، لكن لما يكون بره هيبقى عندنا 100 حل وحل وهيبقى قدام عينينا. بس التحقيقات دي
تقدري تقولي عليه قرصة ودان لحمادة عشان يجي لنا مستسلم خالص. كان كله حلو بس فجأة قلب زفت لما مسك علينا شرط ان ظهره يبقى في عهدته. الفلوس بتحل كل حاجة، اللي زي دول لو شافوا الدولار يبيعوا نفسهم مش ظهرهم. الله يخرب بيتك وديتي نفسك في داهية. جوزة شريف جمال ديت لازم تختفي من الاوضتين. طب ازاي استني معرفش بس هتفهم. بتفكر في ايه؟ دي تاني مرة تتفرج عليها. سلمها يا حمادة، دي جريمة قتل. اهدي شوية أرجوك. أسلم إيه؟ إيه اللي سلمها؟ الكاميرا طبعا. ما ينفعش ما ينفعش أسلمها. عايز أفهم عايز أفهم ومحتاج شوية وقت. امسك يا إسماعيل. أيوة. الكاميرا دي تشيلها سيبيني أنا عارف أعمل إيه. دي على السلامة حمادة. الله يسلمك.